السلام عليكم، يعطيكم العافية مس. أخذنا بالحصة السابقة المسافة بين نقطتين، وحكينا إنه إذا طلب مني المسافة بين نقطتين أو طول القطعة المستقيمة تطبق على نفس القانون، اللي هو القانون كان عندي جذر. خلينا نراجع مع بعض القانون. طول القطعة المستقيمة أو طلب مني المسافة بين نقطتين، القانون اللي هو يساوي الجذر لعندي سين 2 ناقص سين 1 تربيع زائد صاد 2 ناقص صاد 1 كمان تربيع. إذن هذا القانون اللي عندي. يوم بدي أحل تدريب 6-2 صفحة 40. بقول لك تدريب إذا كانت النقاط ألف 1-2 باء 5-6 جيم 7-4 دال 3-0 نقاطا في المستوى الإحداثي. عندي ألف وباء وجيم ودال، هدول نقاط في المستوى الإحداثي. بقولنا بين أن كل ضلعين متقابلين في الشكل الرباعي ألف جيم متساويان. بدنا نرسم شكل رباعي تقريبي، شكل رباعي تقريبي لأسميه ألف باء جيم دال. رسمت رسم أنا تقريبي. هلأ إيش بده يقول لك؟ أثبت أن كل ضلعين متقابلين إيش مالهم؟ متساويين. الإثبات الأول بده طول ألف باء لازم يساوي طول دال جيم. يعني الإثبات الأول بدي أثبت إنه هذا الضلع اللي هو ألف باء يساوي دال جيم. إذن بدي أثبت إنه ألف باء يساوي دال جيم. كيف بدي أثبت؟ عن طريق قياس الطول، عن طريق حساب الطول. بدي أحسب طول ألف باء وأحسب طول دال جيم، لازم يكونوا قد بعض. خلينا نحسب طول ألف باء. نحسب طول ألف باء. ألف باء تساوي أول إشي عندي النقطة ألف، إيش إحداثياتها؟ هاي إحداثيات النقطة ألف 1-2، إحداثيات النقطة باء عندي 5-6. بفرضها إنه إحداثيات النقطة ألف سين 1-1، النقطة باء سين 2-2. هلأ بطبق تطبيق مباشر على الجذر. هلأ صاد 2 ناقص صاد 1 يعني 6 ناقص 2 أو سين عفوا 5 ناقص 1 لكل تربيع زائد صاد 2 ناقص صاد 1 اللي هي 6 ناقص 2 لكل تربيع. تحت الجذر 5-1 أربعة، أربعة تربيع 16 زائد 6-2 كمان أربعة، أربعة تربيع 16 زائد 16 جذر 32. إذا طول ألف باء يساوي جذر 32. طول ألف باء يساوي جذر 32. هلأ بدي أطلع طول جيم، بدي أطلع طول دال جيم. دال جيم أول إشي النقطة دال إحداثياتها هيها عندي 3-0، وعندي النقطة جيم 7-4. زي ما حكينا دال بعتبرها سين 1-1 سين 2-2، وخلونا نعوض مع بعض. سين 2 ناقص سين 1 يعني 7 ناقص 3 تربيع
زائد 4 ناقص 0 تربيع. عندنا هون 7 ناقص 3 4، 4 تربيع 16، زائد 4 ناقص 0 4، 4 تربيع 16، ويساوي جذر 32. إذا هون كمان جذر 32، لاحظنا إنه الإثبات عندي صحيح، طول ألف باء يساوي طول دال جيم. هلأ بده ياني كمان إثبات أعمل، بده ياني كمان أثبت يا مس إنه طول دال ألف هي نفسها جيم باء، طول دال ألف نفسها طول جيم دال. هلأ الإثبات الثاني دال ألف يساوي دال ألف، دال ألف يساوي جيم وباء. أول إشي بدي أحسب أنا دال ألف يساوي عندي دال 3 و0 وعندي ألف 1 و2 زي ما حكينا، سين 1 صاد 1 سين 2 صاد 2، وبعوض هلأ 1 ناقص 3 تربيع زائد 2 ناقص 0 تربيع يساوي 1 ناقص 3 هلأ سالب 2 تربيع 4، وناقص 0 2 تربيع، يعني عندي 4 زائد 4 يساوي جذر 8. جذر 8، إذا طول ألف دال يساوي جذر 8، طول ألف دال ألف يساوي جذر 8. هلأ بدي أطلع طول جيم باء. جيم باء عندي جيم 7 و4 وباء عندي 5 و6، كان بنسمي سين 1 سين صاد 1 سين 2 صاد 2. هلأ بعوض تحت الجذر، 5 ناقص 7 زائد 6 ناقص 4. 5 ناقص 7 يساوي 2 سالب، سالب 2 تربيع 4 زائد 6 ناقص 4 2، 2 تربيع 4 يساوي جذر 8. إذا نعم هنا تحققت طول ألف دال يساوي جيم باء. هون الفكرة يا مس بشكل عام بده ياني أطلع المسافة بين كل نقطتين، لكن جاب لي إياها على طريقة هذا السؤال. إذا أثبتنا كل ضلعين متقابلين متساويين. يعطيكم العافية.